السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم خوتي الحبابي بغيت نهضر على واحد السيد سميتو زكريا مومني. هاد زكريا مومني قطع الباسبور المغربي ديالو في التلفزة الفرنساوية وقال لك ما شرفوش يكون مغربي. هاد زكريا كيضرب البلاد مع بوليزاريو ومع الجزائر. هاد زكريا مومني كيضرب الشخصيات المغربيين اللي بزاف عليها. هاد زكريا مومني جبدني على فمو وهادشي ما مشرفنيش. سي زكريا مومني، ما عمرك في حياتك كنتي معايا في المنتخب المغربي ديال الكيك بوكسين. اصلا انت ما كديرش كيك بوكسين، كدير لايت كونتاكت. حنا كنديرو كيك بوكسين فول كونتاكت. هادي بعدا الاولى، وما مشرفنيش جبدني على فمك. والمشكل اللي عندي انا وابو زيتر مشكل بيني وبينه، هو وطني انا وطني، هو مغربي انا مغربي. اليوم ندابزو غدا نتصالحو وبعد غدا عاوتاني ندابزو، هذاك ماشي مشكل ديالك. لا تكسر، ما تبقاش تجاوبني، ما تبقاش تجبدني على فمك، والمغرب بزاف عليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.